دلوقتي هنشوف ازاي القوات المسلحة عملت قداس للمصابين في المستشفيات. هنشوف التقرير ده وهنرجع تاني لحضراتكم. إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. Sí.
الله عليك يا مصر، الله على شعبك، الله على جيشك. انتوا شفتوا الناس كانت على كرسي متحرك وواقفين صامدين وعايزين يفضلوا موجودين في القداس ويشاركوا فيه برغم الإصابات اللي فيهم، برغم الحزن اللي في عينيهم. شفتوا مصر قوية قد إيه؟ والأهم بقى، شفتوا جيش مصر قوي قد إيه؟ شفتوا الجيش بيساند وبيقف جنب الشعب، الشعب مش مصري، مش مسلمين ومسيحيين، المصريين كلهم الجيش بيقف جنبهم، بيحس بيهم. الجيش مش بس حماية أمنية ودبابات وأسلحة، الجيش كمان فيه إنسانيات عظيمة، إنسانيات تخليك تحس وتبقى فخور إن أنت مصري وإن أنت جيشك جيش مصر، إن هم دول الرجال الحقيقيين اللي بيحمونا، اللي بيضحوا بنفسهم، اللي بيسهروا. احنا مش بنفخم فيهم ولا بنمجد فيهم، دي ده حقهم وده واجبهم، بس كمان احنا لازم ندي شهادة حق للتاريخ ولينا انه جيشنا، جيشنا جيش المصريين كلهم هيفضل معانا، هيفضل واقف جنبنا، مش هيسيبنا. احنا لازم نكون فخورين وحاسين بالامان ان احنا عندنا رجالة شرطة وجيش واقفين جنبنا بيحمونا وبيحرسونا. كمان تحية واجبة لكل المصابين اللي شاركوا في القداس، كل الأهالي، كل الناس اللي برغم حزنها وألمها وقفت تتحدى وتقول للعالم كله مصر هتفضل هي الباقية. احنا لسه مستمرين طبعا في الأعياد، شم النسيم بكرة زي ما حضراتكم عارفين، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا شم النسيم يعني فسيخ، موضوع منتهي. وطبعا برضو شم النسيم يعني ان في مهمة رئيسية لكل الأجهزة في إتاحة المجال للمصريين انهم يحتفلوا من غير مشاكل ولا خوف. التكثيف الأمني مستمر،